Bonjour, Primary 4. Comment ça va? On a maintenant unité 2, la maison de Rita, page 76, page 76, la maison de Rita. عايزين نوصف البيت بتاع ريتا. Première photo, c'est la maison, البيت. La cuisine, المطبخ. Le salon, salon, la salle de bain, الحمام. La chambre, الغرفة لكن هون غرفة النوم لا شامبر اكوشي وعندي لو جاردان الحديقة. طيب عايزين نوصف حاجة حاجة. كاسكي ليا دون لا كويزين؟ ماذا يوجد في المطبخ؟ دون لا كويزين إليا يوجد الفريجو التلاجة وليها اسم تاني اسمه ريفريجيراتور. عندي تاني حاجة اون كويزينيير البوتاجاز جاية من كويزين المطبخ. انيفيي حنفية الحوض حوض المطبخ. طب كاسكي ليا دون لو صالون؟ ماذا يوجد في الصالون؟ إليا ان كنابي كنبة ان تابي اون تلفزيون ان فوتوي. خلوا بالكم عشان في فرق كبير ما بين فوتوي وما بين اون شيز. فوتوي اللي هو من القطن الفوتوي اللي بتقعد عليه العنزة الكنبة ده بس ايه لشخص واحد. نيجي نكمل. دون لا سال دو بان إليا ماذا يوجد في الحمام؟ يوجد اللابابو الحوض. خليكم فاكرين في فرق ما بين إيفيي اللي في المطبخ واللابابو اللي في الحمام. اون دوش ان ميغوار المراية ان روبيني الحنفية اون بانيوار بانيوار البانيو. دون لا شامبر كوشي دون لا شامبر كوشي إليا غرفة النوم يوجد ان لي السرير اون أرموار الدولاب اون كومود مدينو بس هو اسمه كومود. ان اوغيي اوغيي جايه من ايه؟ من اون اوغيي اوغيي اللي هي الاذن. ان اوغيي اللي هي المخده اللي بحط عليها وداني وانا نايم. دون لو جاردان اليا كاس كيليا دون لو جاردان ماذا يوجد في الحديقه؟ اليا اون تابل ترابيزه اون شيز. شايفين بقى شيز اللي هو كرسي من الخشب ده اون شيز. ميرسي بور فوتر اتونسيون اي بون سيمستر. وإن شاء الله أجازة سعيدة عليكم. وكده إحنا أنا تغميني نطخ بروجرام. خلصنا البروجرام بتاعنا وإن شاء الله عدوزيام سماس نشوفكم في الترم التاني. بون شانس بون كوراج.